وهون ده بعد 10% اللي لعب المنتخب اللي حكينا على اخر اخبار المنتخب وسدد المونديال مصر. معنا لاعب اخر تونسي قطري، خلينا نقول لاعب منتخب قطر يوسف بن علي، باش نحكي معاه على تتويج ناديه البارح نادي العربي بلقب بطولة قطر، وتألق كالعادة ليوسف في البطولات الخارجية. يوسف اهلا بيك. اهلا وسهلا سلام، مرحبا بيك ومرحبا بجميع مستمعينك. شنو حوالك خويا؟ شنو الامور؟ سافا لاباس، عايش خويا ربي يخليك. الحمد لله. دونك لو كان تحكي لنا على التتويج هذا، ظهر لي عاودتنا انت يوسف، ظهر لي كل عام فما تيتر. والله الحمد لله، الحمد لله بفضل ربي سبحانه والحمد لله. تقريبا تو مسيره في الاحتراف اكثر من 13 سنه معناتها احتراف، كل عام فما تتويج ولا اثنين الحمد لله. معناها فرحه كبيره بصراحه، معناها بالوقت وكي العمر يتقدم واحد يعرف قيمة الحاجات الشخصية والجماعية الحمد لله. البارح تتويج مهم ومهم جدا معناها على مستوى البطولة الوطنية اللي هو كان مؤهل معناتها البطولة آسيا للأندية. نادي العربي كما تعرفوا معناتها نادي ما عندوش تقاليد كبيرة على المستوى كرة اليد، لكن عنده قاعدة جماهيرية كبيرة، عاملين مشروع كبير وعاملين معناتها مشروع تري امبيسيو. كلموني معناتها الموسم الفارط والحمد لله التحقنا بهم بعد معناها بعد الجائحة نتاع الكورونا، وكانت ظروف صعيبة بصراحة، ظروف صعيبة في الانتيغراسيون في البريباراسيون، نعرفوا على سوغ لو بلان سبورتيف معناتها بلوس كو سي موا لي زاتليت ما مارسوش معناتها كرة يد. دونك بصراحة ظروف صعيبة، خاصة خسرنا معناتها دو دومي فينال نتاع كاس قطر. الحمد لله البارح توجنا افيك معناتها ان غرو ميريت بالبطولة افيك اون بون مانيير، والحمد لله معناتها دو سيت اوكازيون نحب نهني معناتها خاصة اصحابي معناتها اللي كانوا في الملعب معناتها ابطال ومحاربين. وجدي اي باش نسالك عليهم يوسف، باش نسالك عليهم، انا معاك ظهر لي ماكش وحدك، ظهر لي ممثلين تونس معاك وجدي سنان كيف موجود انيس الزواوي لاعب الشاب قبل ولد الشاب غايف تقيا ولد طبلبه، هذم هما تقريبا اللي معاك. والله صحيح، برشا اثنين برشا توانزه، حتى الفريق المنافس برشا توانزه، حاجه ممتازه انه اليوم الكره التونسيه قاعده تمثل في كل المحافل تقريبا الدوليه. لكن كما قلت لك معناتها باش تخلي دي زونترانت في بلاد البرة، باش تخلي معناتها صوره طيبه وسمعه طيبه، خاصه على مستوى التتويجات مش ساهل. نعرفوا النادي العربي معناها اكثر من 37 سنه معناها ما فازش بالبطوله، اليوم الحمد لله معناتها فوزنا بالبطوله والناس كل فرحانين معناتها. صدقني سي تري غار معناها ابار ممكن تونس العقليه نتاع الجمهور، شفت نادي عربي معناتها عقليه جمهور وجماهيريه كبيره 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 كبيره، معناتها ذكرتني بتونس. الحمد لله فرحان شخصيا، فرحان للنادي، فرحان للمسؤولين، فرحان لاصحابي. الحمد لله ان شاء الله ديما هكا، وان شاء الله ديما نقول انا توري سبورتيف وتوري جون نقول لهم معناتها ان شاء الله ديما تلقاو لي ريزولتا باش تواصلوا وباش تكملوا، لانه سبور سي ان ميريت ومعناتها سي لو ترافاي كي باي. يوسف رغم تتويجك بالبطوله حبيناك تكمل في اوروبا يوسف. والله صحيح انت سلام، انت تعرف ممكن انت تعرف اللي انا معناتها معناها كان عندي برشا عروض من اوروبا، وخاصه الفريق نتاعي يشارتر بعد ما معناتها تالقنا الموسم الفارط، ومعناتها وخذيت على المستوى الشخصي رابع احسن دائره في البطوله الوطنيه الفرنسيه اللي هي معناتها من احسن البطولات في العالم. لكن زاد فما اون جيستيون دو كارييرا مومون دوني يفو شوازيغ يفو فيغ ان شوا. اليوم شوا نتاع النادي العربي سبورتيفمون 100%، لكن في دوتر بارتي فاميليال، دوتر بارتي اون جيستيون دابري كارييرا. كما تعرف جو فيز معناتها لو دومين دونترينمون ان شاء الله. النادي العربي كما قلت لك بروجي كبير، وانا جو سوي تري امبيسيون في الشيء هذا، نحب الناس اللي يخضروا لبعيد، نحب الناس اللي عندهم بروجي واللي يؤمنوا بالفكره نتاعي وبالمشروع نتاعي. رغم كما قلت لك معناتها على مستوى اللاعب كان عندي برشا عروض من اوروبا، لكن حبست معناتها اون فيزيون ان مويان معناتها لون تيرم، باش نحاول ديما نقعد في دون ان كادر بروفيسيونيل ودون ان كادر اللي يبي ما غارونتير معناتها لابري كارير. باهي خلينا نكمل معاك يوسف، اخر سؤال، تتبع في المنتخب شويه اخبار تونس كل شيء؟ برشا مش شويه، برشا. نعرفك خويا مطلع برشا انا.
على ذلك حبيت يعني احنا نفولايك مغروم 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 نستغل فرصة المطلع وجودك مغروم. معانا، نستغل فرصة وجودك معانا يوسف. خلينا ناخذ رايك في ايه القائمة بتاع المنتخب الجديدة والتوجه الجديد، هذا برشا من لاعبية جدد برشا من لاعبية شبان في المنتخب، كيف تشوف رأي فيش بالضبط؟ في القائمة في الليستة في التوجه هذا؟ شوف خلينا نكونوا صريحين، هو راهو معناتها ان سيليكسيونور، عنده وجهة نظر وعنده رأي وعنده قناعات فنية، ما نجموش نحن نحكمه كفني على رايه هو اللي هو يمثله هو شخصيا، لانه يعني بروجي سبورتيف راهو نكون نحكي على بروجي سبورتيف، ما ينجم حتى حد يحكي بروجي على شخص واحد اخر. معناتها انا مثلا معناتها اخويا سامي سيدي نحترمه برشا واللي نقدره برشا، وفنيا معناتها بالنسبه لينا من احسن الفنيين على الساحه، ما نجمش نتكلم على البروجي نتاعو، لكن انا ندافع على اختياراته ده لسبب وحيد، لانه اليوم سي لو تون بور ديفوندر لونترينور تونيزيان. يزينا يا خويا يزينا، الناس كل نفهموا يا اسلام، والناس كل نعرفوا والناس كل نقيموا والناس الكل، معناها الكير ناسيونال ترفع لل 21 شخص، معناها ما ترفعش ال 50، معناتها جاب ربي نحن ما عندناش 5 كوب دي موند وما عندناش 25 كوب دافريك. ايماجين جات ليكيب دو فرانس راهي سكرنا، معناها يفو اتر امبيسيو، يفو اتر ان بو معناتها هكا اوبتيميست. الراجل جاء قال احنا رانا عندنا مشروع صغير، مشروع كبير، فريق صغير نحبوا نشبوا، اي اي سي كوم سا، معناتها العجله لازمها تدور، معناتها لازم الناس تاخذ فرصها، واللي خذا فرصته ما تقلقش قبل مش مشكله، الباب يقعد مفتوح. وانا نحكي بصفه عامه، ما نحبش نتكلم على الاختيارات، لكن نحكي بصفه عامه، يلزم سامي والستاف كامل والملاعبيه، خاطر ما نحكيوش كان على سامي زاد، احنا امون دوني نحيو الميريت بتاع المستدعي ونقعدوا نحكيو على اللي ما استدعيناهش، معناها امون دوني انه اللي نحكيو كان على الغايب، ما نحكيوش على الحاضر، لا لازمنا نحكيو على الحاضر، الناس الحاضر الموجوده لاعبيه عندها دي كاليتي، عندها معناتها دي بروفيل اللي نجموا يعملوا حاجه ان شاء الله في المستقبل بتاع كره التونسيه، واحنا ما علينا كان نشجعهم، ما علينا كان نسمعهم كلمه باهيه، لان يعني في الاخير هما سون دي شوا، وفي الاخير هما معناتها بروبورسيونيل الاراء، ما فهمناش، ماهيش قاعده ديفينيت، معناتها ماهيش قاعده مسلمه، كل واحد كيفاش يشوف. احنا موجودين كمتابعين كره اليد التونسيه وكمغرومين وكمشجعين، ما علينا كان نشجعوهم بالكلمه الباهيه ونقولوا لهم رانا معاكم ورانا وراكم ونشجعوا فيكم، الموجود يزازي والحاضر يزازي، واللي ماهوش موجود معني كان يثبت نفسه، اذا كان فما حاجه باش يصلحها ولا فما حاجه باش يتقدم فيها، راه المنتخب سي ان ميريت سي با ان فون دو كوميرس، انا ديما نقول سي ان ميريت، والسيليكسيون راهو الحاضر هو اللي يكون عنده البلاصه نتاعو. دونك هذه راهو رسالتي اسلام، انت تعرفني انا كيفاش نفكر وكيفاش نخمم، رسالتي ايجابيه راهو بحته، راهو معناها رسالتي بالنسبه لي انا، الموجود لازم يفكر انه هو سي ميريتي. اي جوار يسمع فيا في ليكيب ناسيونال اليوم نقول له راهو سي ان ميريت، ما مر عليك حتى حد مزيد، راك انت موجود سي ان ميريت، الانترينور يشوف فيك برشا حاجات، ما عليك كان تشمر على ذراعك وتثبت جدارتك بالمكان هذاك، لانه منتخب تونس منتخب كبير وعندنا معناتها علاقه كبيره في كره اليد، ما علينا كان نفكوا سي لو مومون، سي لو مومون، عندنا خويا كوب دو موند 2021، يزلنا نوريو اقل شيء اسلام مؤشرة طيبة للمستقبل، لأنه احنا ما نجمش نطالبوهم بنتيجة أكيد في كوب دي موند 2021، نعرفوا الأسباب والظروف، لكن على الأقل خلينا نشوفوا دي بون سيني دو بروجي، ونقول سامي بون شانس وفيليسيتاسيون، وإن شاء الله ربي يوفقكم الناس الكل، وإن شاء الله كرة اليد ديما في العالم إن شاء الله. هي ما يوسف معمول به في العالم الكل، ظهر لي ديما كل ليستا في اي منتخب في اي فريق كل ليستا تعمل بوليميك، مش كان بدعه تونسيه هذه، معناها شبيه هذا جاش بهذا ما جاش، معناها معاك كما البوليميك، اسكو بوليميك بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ سي سا لا كيستيون، اسكو بوليميك ممنهجه ولا مش ممنهجه؟ اسكو بوليميك سبورتيف ولا لا؟ خاطر وقت اللي نحكي معاك سبورتيف يفوا افوار معناتها لي زافي دي تكنيسيان اي بيورمون تكنيسيان، راه مش معناتها الصحفي ما عندوش الحق ينقد والا المتابع ما عندوش الحق ينقد، لكن في حدود معينه الصحفي موجود باش ينقد الغلط الواضح، ما نجمش يدخل في العلم والله هذا ما يقدرش وهذا يقدر ما هزيناش، فهمت راه معناها، والتكنيسيان لازم يقول الامور بمسمياتها، لانه في الاخر هي رياضه وفي الاخر هي اراء وفي الاخر النجم ما نتفقوش، والنجم نكون انا صحيح وانت ماكش غلط، فهمت في الاخر بالكل كل واحد يشوف من الزاويه نتاعو، لكن فما حاجه مهمه
ما يزمناش نوقفوا السفينه، ما يزمناش نوقفوا السفينه، السفينه لازم ندزوها. كسوا انا موافقه سامي ولا مش موافقه، نجم نقول له كان توا بون شونس ونشجعه بالاختيارات نتاعو. اي سي سا معناتها لورول، والنتيجه تحكم ما تحكم، بالنتيجه نتاعو تقيم، معناها النتيجه تقيم معناتها مش بالاختيارات. النتيجة على المستوى البعيد، لانه اسمعني زاد ما تنجمش انت تحكم تقول النتيجه. نتيجه ايش بالضبط؟ نتيجه ايش انت شنو منيش خارج، انت خارج بالك، خارج انت بطل العالم وجيت تو تحب تحاسب على بطوله العالم. اي نتيجه شنو نشوفوا على الاقل روندمون باين، نشوفوا روح، نشوفوا نتعداو الادوار اللي عندنا برشا واحلين فيها ما تعديناهاش. هذا هو هذاك اش قلت لك، انا نشوفوا مؤشرات ونشوفوا بوادر طيبه، المشروع يبشر بالخير. لانه فما حاجه مهمه، لا موين داج تو نتاع سيليكسيون ناسيونال معناها طاحت بالكدا بالكدا، وهذا بالنسبه لي انا شيء مؤشر ايجابي. معناها واليوم معناها اخواتي الرياضيه واصحابي براتيكمون 100% كلهم اصحابي، نقول لهم سيرو مومون باش كل واحد يزيد يتحمل اكثر مسؤوليه. اللي كان صغير قبل راه تو ما عادش صغير، فهمت؟ تو سيرو مومون باش تعاون الصغير اللي جاء، خاطر ليكيب ناسيونال راهي تمثل تونس الكل. وقت اللي تونس تلعب راهو انا موافق ولا مانيش موافق، المدرب معليا كان نشجع اختياراته ونحاول نحاول ديما جو موتيف. خاطر انا نعرف حاجات سلام، راهو ساعات تلقى في وسط ليكيب ناسيونال معناتها دي تكنيسيان معناها يعطيو في دي زون نيجاتيف للجوارات من برا من ليكيب ناسيونال، وانا هذايا بالنسبه لي انا شيء غلط. فهمت؟ نعطيك اكزومبل صغير، ان تكنيسيان ولا ان كونيسور يجي يكلم الملاعب يقول والله اسمع انت مظلوم ما تلعبش، شنو هو باش تلقى الرياكسيون نتاعو الملاعب هذاك في وسط الكومبيتيسيون؟ ما ينجم يكون كان سلبي، وهذا غلط. علينا كان نكونوا ايجابيين، على خاطر في الاخر بالكل راهي مصلحه واحده، ورانا هنا نشوفوا معناتها الفاتوره اللي قاعدين نخلصوا فيها كي كره السياده التونسيه طاحت، نشوفوا قيمه الملاعبيه في معناتها التوانسه في الاوروب كيفاش طاحت، قيمه الملاعبيه في الخليج كيفاش طاحت، التكوين طاح، النتائج طاحت على المستوى الوطنيه، المستوى البطوله طاح، معناها برشا حاجات كلها في الـ في الـ في الـ معناتها في النزول، وهذا ما يساعد حتى حد. وانا نقول ديما هذا دوميني انا، وهذا معناتها غرامي، وهذا دينيتي وعالمي، واشاك فوا باش نلقى فرصه باش ندافع عليه راني باش ندافع عليه بكل طلاقه وبكل حريه وبدون اي حسابات. راه دومينك انت يوسف، دومينك انت تحب ندخل معك في الاختيارات ولا نعفيك في الاسماء؟ معناها انا نجاوب مش مشكله. شنو معناها؟ اي خاطر تقال برشا كلام خاصه على البوغالمي ورفيق باشا. كيف نقول لك حاجه، انا باش نجاوبك كفني صغير معناها، لكن انا ما نجمش ناخذ بلاصه سامي جو ديسيد. انا سمع سامي لي ريزون تاعو و جو لو ريسبكت اي جو فاليد. نجم نقول لك اكثر من هكا ما نجمش نقول لك. واضح رايو جو لو فاليد اي جو لو سيبورت. معاه اكيد معاه، خاطر دون لو سونس تكنيك اذا كان هو قنعني تكنيكمون باللي ريزون نتاعو ما نجم نكون كان معاه، لانه اعطاني لي ريزون، ما نحاش معناتها نحاش جوار ولا اثنين ولا ثلاثه لاسباب شخصيه. بالعكس جا قال انا البروجي نتاعي واضح، حاجتي بكذا وكذا وكذا وكذا، فهمت؟ معناها سي سامبل، ما فماش امور شخصيه. وراه في الاخر سلام هما اراء وتنجم تختلف. باهي وين البروبليم؟ سي كيلو ريسبونسابل توا؟ علاش احنا قاعدين نحكيو على الغايب ما نحكيوش على الحاضر؟ علاش ما نقولوش توا اللي في بلاصه اللي عيطوا لهم جدد هما ينجموا يعطيونا حاجه جديده واضافيه؟ هذا ما نتمناوه اكيد يوسف بن علي. ما عندي وقت على الاخبار في كلمه يوسف، عندي 10 10 10 10 ثواني يوسف. وين العام الجاي ان شاء الله؟ ان شاء الله في نادي العربي، مشروع نتاع نادي العربي ان شاء الله مازال متواصل بقدرة ربي. ان شاء الله مازال باش تشوفوا يوسف بن علي في التتويجات. قاعدين نخدموا، قاعدين نشرفوا، قاعدين كما قلت لك نشرفوا في كرة اليد التونسية. ان شاء الله ربي يوفق الجميع، بون شونس ليكيب ناسيونال تونس. وبربي نداء اخير، سوي بوزيتيف، الهوند بار ومحتاج ناس الكل. شكرا لك يوسف بن علي، بالتوفيق لك ان شاء الله في بقيه مسيرتك الكرويه. شكرا فادو ديفيديو في الاعداد، شكرا ادم المد في الاخراج الرقمي، شكرا منال سيس.